هاي أبصرت لعبة البليار النور بأوروبا الشمالية بالقرن الخامس عشر وتم تطويرها من لعبة الكروكت. خلال عدة مراحل تاريخية ساهمت اللعبة بمد جسور بين الأرستقراطيين والجماهير لأنها كانت مسموحة للكل. سنة 1765 تم بناء أول غرفة بليار بإنجلترا، وكانت الطاولة مؤلفة من أربع طابات وحفرة واحدة. مش طاولة البليار مصنوعة من الصوف من أكثر من 400 سنة، أما الطابات فكانوا قبل اكتشاف البلاستيك مصنوعين من العاج وساهموا بقتل العديد من الفيلة. لعبة كانت ممنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية بعهد الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون يلي كان عنده ببيته غرفة بليار سرية. مين قال إنه براءة اختراع طاولة بليار تشتغل بوضع النقود المعدنية تمت سنة 1903 وكان سعر الدق بني واحد؟ أنا قال شوفكم بكره.